بقول لك ايه يا شاويش والنبي، المكان اللي انت هتسكننا فيه ده بقى عايزه يكون شرح وبرح كده ويكون بيطل على الشارع، اصل انا تعبت قوي بره وعايز ارتاح بقى. هنا هترتاح على الاخر يا مفتح، امشي يا مسجون. وبقول لحضرتك ايه يا عم شاويش، يعني انا مش عايز بقى حد الصبح يعني يزعجني، عشان انا بحب يعني اصحى براحتي كده اهو. حاضر، طلباتك اوامر. في حاجه تانية بعد اذنك، يعني انا بشرب ميه معدنيه، ها، والشاي يكون فتل. يا سلام، هو انت جيت في جمل؟ يلا يا يلا انت وهو. يلا خش خش بتاعك انت، ماشي مالك كده، خش خش. السلام عليكم يا رجاله، ليكوا شغل والله يا رجاله. الحمد لله على السلامه يا معلم كلاني. ازيك يا مصر؟ انت كنتوا ازاي؟ احنا اول مره نسجن من غير ما نعمل حاجه، وكله من الكلب اللي هناك ده. الله يسامحك يا ابو عيد. بقول يا رجاله، انا عايزكم تعملوا له حفله، بس مش حفله عاديه، حفله سقع، وتنقوا له اسم حريمي كده دلع، عشان من هنا ورايح يتنادى بيه. لا بقول لك ايه يا كيلان، احترم نفسك، مين ده اللي سقع حريمي يتنقى بيه ده؟ لا بقول لك ايه، ده انا بلطجي. ها وبعدين انا بحب اسمي يا عم، ومش عايز اسامي تانيه. ده احنا عشره يا كيلاني. عشره انت قمت تسجننا يا عبد؟ لو سمحت دلوقتي انا بكلم واحد تاني حضرتك. روحوه. لا بقول لك ايه، محدش يقرب لي، اللي هيقرب لي هموت في ايده. الحقوني الحقوني. خالي عبوده. خالي خالو، هو ده اللي كنت بتحكي لنا عليه يا استاذ رمضان؟ هو. خلاص بقى يا كلاني، ده طلع تبع الغالي. يا خالي، انا ما كنتش عارف ان انت عايش في العز كده وسايبنا بره في الهم يا خالي. ايه يا معلم، دول سابوه. بعد اذنك خالي، بعد اذنك يا رجاله. ايه ده؟ الحق يا معلم، سابوه. ها كنت عايزه يسخنوا عليا. ايه ده يا معلم؟ الحق يا معلم، كلاني ده بيضربني. ما انت اللي غلطت فيه برضه. شفت يا زفت اهو، معلمك باعك اهو. ها بقول لك ايه، انت من هنا ورايح اسمك روحيه. روحيه؟ ايوه اسمك ايه يا روحيه؟ روحيه. تعالى بقى يا عبوده. تزعلش يا عبوده، يلا روحيه. ايه يا معلم اللي بتقوله ده؟ احكي لي يا ابني، ايه اللي جابك هنا؟ يا خالي دي حكايه طويله قوي يا خالي. احكي لنا يا عبوده، اعمل لنا شاي مقص. وليه مقص؟ ما روحيه موجوده. ايه؟ بقول لك يا خالي، دول طلعوا عارفيني. كلهم عارفينك يا عبوده، تعال يا ابني. يا احس كده بقى يا خالي، ادي قاعده. انما ما قلتليش ايه اللي جابك هنا؟ هقول لك يا خالي، بس انما بقى انا لو اعرف ان السجن حلو قوي كده انا كنت اتسجنت من زمان. هو ده يا خالي كل اللي حصل. وليه يا عبوده عملت كده؟ خالي انا كنت زهقت بقى، كنت عايز اخلص بقى علشان استريح، وعلشان اريح امي، وعلشان اريحك وتخرج انت كمان. بس انا يا خالي ما كنتش عارف انك قاعد متمنجه هنا. بالك انا لو اعرف انا ما كنتش سلمت الفلوس. وديك سلمتها وبقيت شريكي، ارتحت خلاص؟ بص يا خالي، انا الحاجه الوحيده اللي اتاكدت منها ان مفيش راحه خالص، لا هنا ولا حتى بره. ده ايه الكلام الكبير قوي ده؟ ايوه خالي بقى، ما الواحد لازم يتعلم من التجربه العميقه اللي الواحد عاشها دي. انت عارف يا خالي، الواحد الاول كان عايش كده اهو سبهلله، لكن دلوقتي خالص الواحد بقى لازم يحسب كل خطوه. وبعدين يا خالي خلاص، ما احنا بقينا رد سجون، في حاجه اكتر من كده؟ طب يا عبوده، طالما عقلت وفهمت، ناوي تعمل ايه؟ لو انتقم يا خالي. تنتقم ايه؟ احنا هنقضي حياتنا كلها كده، ما كفايه اللي احنا فيه وخلاص. الله، وبعدين تنتقم ازاي وانت جوه السجن؟ لما تطلع منه انت الاول. بص يا خالي، انا كنت السبب في دخولك السجن ده، يبقى انا اللي لازم اخرجك منه. ايه ده؟ بتتسلط علينا يا لمبة؟ بتتسلط علينا؟ ما بتسلطش عليك يا عم، انا كنت جاي اعس على سجارة، اعس على سجارة واحدة. جاي تعس على سجارة؟ بتمثلي يا روحية؟ ماشي يا عم ماشي، خد السجارة اهي. خد يا معلم كلاني، خد السجارة. خلاص بقى يا عبودة. يا خالي سيبني يا خالي، انا عارف الاشكال دي كويس. فهمني يا لمبة ولا لا؟ وكل يوم من ده ما بيصحى يا معلم كلاني. مش هيصحى.
لك ايه، انا بقيت خلاص صايع وموريش ولا عيل ولا تايل، ولا اقسم بالله روحيه اكسر السرير ده فوق دماغك انت ومعلمك اللي عامل فيها نايم ده. طول الليل وانا بفكر في الكلام اللي قاله لي الواد عبوده. بصراحه يا فندم انا متعاطف مع عبوده برغم من غبائه انه ما قالش على الحياه من الاول. طلع في الفلوس وكان فاكر ان مدكور هيسيبه وهيسيبه الفلوس دي كلها. ما يا فندم المبلغ كبير ويغري اي حد. لا واللي ضحك في الموضوع بقى يا منير ان الواد عبوده فعلا صرف بالفلوس دي. وكان من ذكاء مدكور انه بلغ عن ارقام الفلوس اللي اتسرقت من الخزنه واللي طلعت هي هي نفس الفلوس اللي كان هيديها المرتضى عشان ترجع له كامله وعبوده ما يعرفش يتصرف فيها ولا يصرف منها. الفلوس يا منير هي اللي فيها الحل، بس يطلع اللي في دماغي صح. قصد سعادتك الفلوس اللي لقاها عبوده؟ بالظبط كده يا منير. تعال ورايا. افتح ايدك يا روحي، مد ايدك ما تنزل على وشك. يا روحي يا فاشل يا فا يا فا بتفوتها بتفوتها يا كلب يا فاشل. بص انت اللي زيك مش هيشوف علامه ولا هيتعلم من اصل. افتح ايدك افتح ايدك، يلا يلا على وشك، وشك في الحيط وشك في الحيط. ارفع ايدك. اللي زي ده يا رجاله اصلا مش هيشوف علامه ولا هيتعلم من اساسه. ليه؟ لانه تيشه وروحيه. ارفع ايديك يا روحيه. يلا بقى يا رجاله نرجع بقى مرجوعنا لدرس النهارده. مين اللي سرق؟ مدكور. برافو عليك. مين اللي قتل؟ صبري. الله عليكم يا رجاله شاطرين شاطرين. مين بقى اللي ضرباني في بقي واخذ مني الميموري كارد؟ رفيق. برافو عليكم يا شباب يا شاطرين. دلوقتي بقى قولوا لي مين الجاني؟ مين عبوده؟ بيومي. ليه بقى؟ لان بيومي ده سبب البلاوي كلها اللي انا فيها. يلا بقى يا شباب مين يشتهجالي كلمه بيومي وهديله نجمه وعلبه سجاير؟ انا استاذ. ماشي قول يا كيلان. بيومي؟ ألف ب ت. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول لك بيومي بس. ما انا بجيبها لك من الاول يا عبوده. لا يا حبيبي انا عارف انك شاطر وحافظ كويس قوي، انا عايز بيومي بس يا كلام. يعني اخش على بيومي على طول؟ حاضر يا استاذ. سهل قوي. ب واو ميم ت مربوطه. ب واو ميم ايه؟ بومه. بيومي بقى بومه. والله عندك حق يا ده كلام. هو بيومي شبه البومه بالظبط، يجيب الفقر. برافو عليك، نسقف له كلنا، نسقف له. برافو يا كلامي، برافو برافو شاطر. مين بقى يا شباب يا شاطرين يشتهجالي كلمة مدكور؟ اشتهجها انا وتقعدني؟ ماشي اشتهجها يا سيدي وقعدك، اشتهجها ونسمعك. مدكور 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 عين ده عين. مدكور بقى عدكور. امال ايه بس يا استاذ عبوده؟ تخيل بقى انك فاشل وتيشه وروحيه وروحيه وهتتعبت، يعني هتتعبت. ولا كلام امسكوني امسكوني. تيجي مبلغ انت برضه معلم كلامي بقى. ما انت غلطان برضه يا رامبا. مدكور اول يا عين، مدكور اول يا نور يا اخي. مسجلين خطر وحرامية زي الفل وبيعملوا الواجب وملهمش صوت. تعرف البيل مأمور كان عايزك، روح له وانا هقف مكانك. ماشي يا خالي. عينك الألفة بتاعه. ها بقولك ايه، انا ما عنديش خير وفقوسة خالي، اي حد منهم يتكلم اكتب لي اسم لمبة. الاستاذ فاروق صحفي يا عبودة. عارفه سعادتك ابو دراع ده، عامل تحقيق على القضية وكان عايز يتكلم معاك شوية. استاذن انا اسيبكم لوحديكم. الف شكر يا باشا. مع السلامه يا باشا. الف شكر. اقعد يا عبوده اقعد. ماشي يا اخويا هقعد هقعد براحتي، ده سجني. ماشي. ازيك يا عبوده؟ الله يسلمك يا سيدي، الله يسلمك. ها وعرفت بقى منين ان شاء الله؟ كلمت هدى بنت خالي حبيبتي خطيبتي اللي مش هتتخطب لحد غيري. طبعا سالتها عشان اطمن عليك، بس ما تنساش يا عبوده ان انا صحفي ومتابع القضيه من اولها. انا جاي دلوقتي يا عبوده عشان اعرف الناس الحقيقه وخلي الرأي العام كله يبقى متعاطف معاك ويجي في صفك.
طب والرأي العام ده يعني حاجة كويسة لما يتعاطف ويجي في صفي؟ طبعا يا عبودة، ده مصر كلها تتابع القضية بتاعتك، خصوصا بعد الكلام الجديد اللي انت قلته وموضوع الميموري كارت. يعني هبقى مشهور؟ طبعا يا عبودة، بس بشرط واحد. ايه؟ لازم تطلع كل اللي جواك بصدق عشان الناس تصدقك. ليه 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 ليه؟ ما يكونش عندك فكرة، ده انا كل اللي جوايا صدق حضرتك، ده انا جوايا بلاوي هقولها. طلع دفتر، طلع دفتر وانا هقولك. اكتب بس، استنى قبل ما تكتب حرف اتصور الاول يا عم، ولا انت مش ناوي تطلعني في الجورنان بتاعك؟ يا عبود اعمل التحليل الاول وبعدين هصورك يا شيخ. لا يا معلم، اللي اوله نور اخره شر، اتصور الاول بعد كده فضفض، انا مش ضامن. ماشي يا عم هصورك يا عبود، انا عينيا دي. استنى انت هتصور؟ اي يا عبود، امال ايه؟ مش انت عايز كده؟ ايه اللي ايوه يا عبوده كده؟ هو انا قاعد كده؟ ده انا هبقى مشهور يا ابني. استنى صور تمام. كلها بس عايز بحر بقى ورايا. ماشي، دي الوان ولا بيضه واسود دي؟ مجرم بقى، مجرم انا، مجرم والله يا عبود. انت مجرم. حلو ده، مجرم حلو قوي، حلو قوي. لسه ده 36 ولا 24 ده؟ مالكش دعوه، بس انت ارتاح. بص ايوه، استأذنت المأمور أعمل أكل بكرة النهاردة عشان المحكمة. مالك يا عبودة؟ مساهم وسرح في إيه؟ في المحكمة ولا في اللي هيحصل؟ أفكر في أمي سيدة يا خالي، في إخواتي وفي هدى كمان. تعرف يا خالي، أنا أول مرة يوحشوني بالشكل ده، وأول مرة أخاف عليهم كده. ما تخافش عليهم يا ابني، ربنا معاهم. كلها كام ساعه ويطلع الفجر وتشوفهم الصبح في المحكمه وتطمن عليهم. حشوني قوي. ربنا ينجيك يا ابني عبوده. يا رب. ما تقولش الكلام اللي انت قلته قبل كده في النيابه. حاضر ماشي. عبوده سيدتي بريء ونزيف، ولا تصدقيها حضره المحامي. عايز تقول حاجه قبل المحكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا كل اللي انا عايز اقوله هقوله، وما بخافش وما بتهددش، مش عبوده اللي يتهدد، وانا لازم افرح كل الناس اللي جايه تجاملني النهارده، وهي كلمه واحده بس اللي انا هقولها، وطول عمري كلمتي واحده، وكل الناس عارفين كده. ادي المحكمة موجودة واحنا موجودين، واللي سرق كان النبأ. ها اللي سرق عارف نفسه كويس، فاهم يا سيدة؟ كله عارفين ان انا بريء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا ده المظلوم. ادي بريء وتشوفها لو صدقها حضرة المذيعة. شايفة هدوء؟ شايفة الهلومة اللي معمولة لي؟ هدوء ده ايه؟ ده وقت يا زار دلوقتي. ما تاخد بالك من نفسك وتسمع الكلام اللي هيقوله حضرة المحامي. حاضر يا سيدة، انت خايف عليه ولا ايه؟ يا هم انا اخاف على مين بس يا حبيبي؟ اتفضل. يلا قدام، يلا قدام يا مظلوم. يلا يا عمتي يلا، عشان عايز الحق اكلم بابا قبل ميعاد الجلسة. ابني مريم ونجيب فرق وصدقاه عبودة. يا صبري، الواد فاروق طلبه ده بيقوم الرأي العام ضدي. كان انا اللي سرعت، مش انا اللي مسروق. الكلام ده واضح منه انه بيحاول يهددني. يا باشا انا عايز سعادتك تبقى هادي جدا، لان المحكمه هتبقى مليانه صحفيين ومحطات فضائيه. يعني اللي قدامك دول هما اللي سرقوا؟ ايوه يا سياده القاضي، انا اول مره اشوفه بيه. مش عايز كلام. وعبوده اللي في القفص ده هو اللي كان لابس جوانتي وهو اللي كان بيسرق؟ ايوه هو سياده القاضي. الدفاع عاوز يقول حاجه؟ اذا سمحت لي هيئه المحكمه الموقره. اتفضل. انا بطعن سعادتك في اقوال الشاهد، لان اقواله متضاربه يا سياده القاضي. في تحيات المباحث قال ان الشريك المتهم الاول رمضان ما كانش لابس جوانتي، وانه كان مغطي وشه بغطا ما يبينش غير عينيه، وقال كمان يا فندم ان الجناه كانوا اثنين فقط. ولما سيادتك اشرت للمتهمين في القفص قال ان كلهم اشتركوا في السرقه. ايه ردك يا مغاوي؟ انا مش فاهم حاجه يا سياده القاضي. كانوا اتنين ولا اربعة؟ كانوا اتنين جوه المكتب واتنين بره يا سعادة القاضي، بعد اذن هيئة المحكمة. اتفضل. الشخص التاني اللي سرق وكان مغطى وشه، ازاي انت متأكد ان هو المتهم عبودة اللي موجود قدامك في القفص ده، مع انك بتقول
انه ما كانش باين حاجه من وشه غير عينيه. ما هو هاني لما ركزت في عينيه عرفته على طول. في لحظه واحده اعترض على مثل هذه الاسئله للشاهد. اعتراض مقبول. في حاجه تانية الدفاع عاوز يقولها؟ لا يا فندم. وانت يا رمضان مش عاوز تقول حاجه؟ ربنا موجود يا سياده القاضي. وانت يا عبودة؟ سعادتك انا عايز اقول على كل حاجه بقى لازم اقول. عاوز تقول ايه؟ عايز اقول حضرتك يعني ان في ناس بتكذب والناس بتصدقهم وبياخدوا كلامهم كمان، وفي ناس ما بتكذبش والناس اللي صدقوا الناس اللي بتكذب ما بيصدقهمش مع انهم ما بيكذبوش. وضح كلامك يا عبودة. انا قصدي يعني سعادتك ان انا لما اقول الكذب هيتصدق، ولما قلت الصدق قبل كده ما حدش صدقني. مش فاهم كلامك يا عبود. بص سعادتك، مش الشاهد المثل قدام عدالتكم قال ان انا وخالي اللي سرقنا وحضراتكم صدقتموه؟ انا بقى بقول لسعادتك دلوقتي ان خالي رمضان ملوش دعوه ولا ليه دعوه باي حاجه وهو ما سرقش، وكمان المجرمين الشرسين اللي جنبي دولت مالهمش دعوه ولا هم اللي سرقوا. حضرتك انا اللي سرقت لوحدي يا حضرة القاضي. بعد اذن عداله المحكمه أرجو تسجيل هذا الاعتراف. يعني أنت بتعترف؟ أيوه بعترف، أنا اللي سرقت. اللي بتقوله ده يا عبودة. بس يا خالي اسكت أنت دلوقتي. أنا اللي سرقت يا قاضي. طب وبصمات خالك اللي كانت موجودة في مكان الحادث؟ أما حضرتك ما هو كان داخل علشان يمنعني، لكن أنا بقى علشان أنا شايف قلت له لا مالكش دعوة بأي حاجة وأنا اللي سرقت دلوقتي يا حضرة القاضي. قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الأول رمضان مصطفى عبد الكريم لعدم ثبوت الاتهام في حقه، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين عبودة طاهر أبو النجا باعتباره متهما أصليا باعترافه، وكلا من الكلاني صابر الكلاني وحمودة عطلة وشهرته لمبة الحوت لمشاركتهم في السرقة، وعلى نيابة استكمال التحريات وموافاتنا بها في 21 المقبل. رفعت الجلسة. يا حبيبي يا حبيبي.